أكيد وإحنا بنتابع سياق الأحداث والأخبار سواء المحلية أو الدولية، الاجتماعات اللي بيجريها مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي مهمة جدا. ليه؟ لأنه اجتماع النهاردة تحديدا تناول موقف حركة البضائع والشحن في المواني المصرية. الدكتور مصطفى مدبولي كان له تصريحات مهمة في ظل زيادة الموارد الدولارية في الأيام الأخيرة سواء من صفقة رأس الحكمة أو غيرها. على ما يبدو كده وبحسب تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي في توجيهات رئاسية بسرعة الإفراج فورا عن البضائع بمختلف المواني، وأنه ده هيحصل بتنسيق مع البنك المركزي والوزارات المعنية عشان الإفراج ده يكون بشكل سريع وفوري، خصوصا السلع الغذائية والأدوية والأعلاف ومستلزمات الإنتاج. اللي دار النهاردة في الاجتماع هو جدول أو خطة أو حديث عن أولويات ما سيتم الإفراج عنه في المواني المصرية من بضائع. الأولوية تأتي للسلع الغذائية، الأعلاف، الأدوية، الحاجات اللي بتأثر على الأسعار بشكل مباشر وبتلمسها الناس بشكل يومي. مهم جدا برضو أقول لحضراتكم أنه رئيس الوزراء النهاردة دولة رئيس الوزراء كان إدى توجيهات واضحة أن الإجراءات دي تكون في شكل سريع وأنه الإفراج عن السلع يبقى حالا وبشكل فوري وما فيهوش أي تباطؤ، وبالتالي ده هيكون وفقا للجدول اللي بقول لحضراتكم عليه، جدول من الأولويات وفقا لمحددات زمنية معينة بحيث ينعكس ده على الأسعار بشكل مباشر. معايا الأستاذ أحمد شيحة وهو رئيس شعبة المستوردين. مساء الخير وأهلا وسهلا بحضرتك في الخلاصة. أهلا يا فندم، أنا عضو شعبة المستوردين مع حضرتك. عضو شعبة المستوردين، زمايلي قرروا يدوا لحضرتك رئاسة الشعبة، عذروني. خلاص. طيب خليني أسأل حضرتك الأول عن التصريحات النهاردة والاجتماع المهم لدولة رئيس الوزراء، والملحوظة أن دي مش أول مرة الحقيقة يكون في توجيهات بالشكل ده بسرعة الإفراج عن البضائع الموجودة في المواني. الاجتماع ده اتكرر قبل أيام. الجدول اللي بنتكلم عنه والأولويات إيه هي والانعكاس على الأسعار والسلع؟ هو زي ما شرحت حضرتك كده أن دي الجدول اللي بيعمله السيد رئيس مجلس الوزراء، وقبل كده أكثر من اجتماع خاص بموضوع الإفراج عن السلع المكدسة اللي في قلب المواني. هو دي بس احنا اولا انا بحب اوجه له الشكر لان هو كما وعد فهو بالراجل بينفذ اللي اتفق عليه، ان هو هيبدا الافراج عن السلع الرئيسيه اللي حضرتك ذكرتيها، الادويه، السلع الاستراتيجيه، مستلزمات الانتاج، الماده الخام، ودي رصدوا لها 1,300,000,000 كدفعه اولى للافراج عن هذه السلع. طبعا ده امر هام جدا بالنسبه لانعكاسه على التكلفه وعلى الاسعار وعلى السوق وعلى توافر السلع، فده يعمل انتعاشة كويسة جدا في السوق ان السلع هتبقى متوفرة، هيقضي على جزء كبير جدا من الاحتكار اللي موجود، عدم وجود منافسة لبقية السلع او للناس اللي كان عندهم بضائع وبتحكموا في اسعارها. ده يبقى ليه انعكاس في انخفاض الاسعار بشكل كبير جدا، وخاصة بعد موضوع الدخول ال 10 مليار دولار البنك المركزي وانخفاض سعر الدولار بشكل واضح، فالتكلفة هتبقى منخفضة، فليها انعكاسات جيدة جدا على تشغيل المصانع، توفير السلع، خفض الأسعار. فده طيب أمر مهم جدا. الانعكاس الزمني يعني رئيس الوزراء أكيد هيبقى في انعكاس على الأسعار وتنزل إن شاء الله وكلنا بنتمنى ده، لكن قد إيه بسرعة أو الإطار الزمني للانخفاض ده؟ مجرد ما بتفرجي عن البضائع يعني زي مثلا حبوب تمت الصنع اللي هي المستلزمات اللي تدور ما بتزيدش عن 10 من 10 ايام ل 15 يوم حد اقصى لانعكاس التكلفه الجديده على البضائع اللي هتتضخ في السوق. طيب خصوصا بقى لو بنتكلم عن الاعلاف، لان الاعلاف داخله في صناعات كتير، يعني بنتكلم عن الدواجن، بنتكلم عن الحاجات اللي بنستهلكها من المحلات بشكل يومي، البيض، اللبن، كل ده بيفرق بسبب أسعار الأعلاف وتوفر الأعلاف من عدمه. ممكن نتكلم في انخفاض قد إيه في الأسعار؟ لا أنت عندك مثلا احنا كنا بنتكلم يكلفوا تكلفة الدولار على 70 جنيه، أنت النهاردة بتتكلمي في 40 ونازل،
فرق ده فرق النسبة ما بين السبعين والأربعين هو ده اللي هينعكس على التكلفة مباشرة يعني. وفي نقطة برضو بحب أوضحها لغاية الناس تقول لك أنا كلفت بسبعين جنيه أنا كده هخسر، أنا التكلفة الجديدة دي هتخسرني. أنا عايز أوضح نقطة بس، أنا لو اشتريت وكلفت على سبعين جنيه، لو أنا مثلا جبت بضاعة بألف دولار هتكلفني سبعين جنيه، يبقى أنا ببيع هتبقى بسبعين ألف الألف دولار، يبقى تكلفة المنتج اللي ببيعه بيتكلم في سبعين جنيه مثلا يعني القطعة. أنا النهاردة البضاعة اللي أنا كلفتها سبعين جنيه وبعتها بأربعين جنيه مع انخفاض الأسعار والحصيلة بتاعت البيع اللي هي الأربعين جنيه دي هشتري بيهم الألف دولار برضو اللي هم الأربعين ألف دولار بضاعة زيادة يعني. لا لا بس النقطة دي لازم تبقى واضحة عشان الناس ايه، ناس كتير جدا بيتكلموا فيها ومش فاهمينها كويس. أنا كلفت في سبعين جنيه وبعت البضاعة بسبعين جنيه. أجل أنا كلفت سبعين جنيه وانخفضت التكلفة بقت بأربعين جنيه وبعت كلفته بسبعين، الأربعين جنيه اللي أنا بعت بيهم دول هشتري بيهم نفس الكمية الدولارات اللي اشتريتها ما كانت بسبعين، يبقى أنا اشتريت ألف دولار بسبعين بعت بأربعين، الأربعين اشتريت بيهم ألف دولار مع انخفاض. أيوة ما أنا بقول لحضرتك الفرق دوت، أنا جبت برضو بيه بضاعة مش خسران. لا جبت بيه اللي جبت بيه اللي هو الدولار اللي بتاع عامل التكلفة. الدولار ما يعني انه هيترجم الى بضاعة، ما الدولار ده في الاخر بنشتري بيه بضاعة. لا هو كل الناس بتتكلم على الدولار فاحنا بنوريهم ازاي، لان ممكن البضاعة اللي انا هشتريها ما تكونش بتكلفة الدولار. انما احنا بنركز يعني على بنستخدمه كمقياس او بنستخدمه كعملة نقدر نقيس بيها الاسعار بشكل عام، ملناش دعوة بالناس كده. اللي بتستخدمه كسوق موازي. المفروض كتجاريا والناس يعني تراعي ربنا في الموضوع دوت. النهاردة أنا لو عندي بضاعة بسبعين جنيه هبيعها بأربعين جنيه، لأن أنا هشتري برضو نفس التكلفة اللي أنت قلت على ذلك بأربعين جنيه. صحيح. بشكرك شكرا جزيلا الأستاذ أحمد شيحة عضو شعبة المستوردين، شكرا جزيلا على وجودك في الخلاصة.